احنا الشهيد وصلنا باسم الشرور ورسلنا احنا الشهادة غنى باسم الشرور ورسلنا احنا الشهادة غنى مهما تقتل وتدفن تقتل عظام وتدفن احنا العروبة حنا احنا العروبة حنا جنة جنة. يقال أن التاريخ يعيد نفسه، لكن ذلك لم يحدث مع الشعب السوري. سوريا التي لطالما فتحت أبوابها منذ عقود طويلة أمام اللاجئين من دول عربية وغربية عانت من التشرد والنزوح بفعل صراعات داخلية وخارجية، لم تغلق بابها يوما أمام نازح أو لاجئ، لم تنصب الخيام، ولم تعامل اللاجئين على أنهم نكرة أو حيوانات. ها هي تنزف منذ 10 سنوات، لكن هيهات لتلك الدول أن ترد الجميل. اليونان والتي عانت من ويلات الحرب العالمية الثانية والتي لجأ أهلها يوما إلى سوريا باتت البوابة الرئيسية لمئات الآلاف للوصول إلى الفردوس الأوروبي. فمع تصعيد العمليات العسكرية للنظام السوري وحليفه الروسي والتدخل التركي، وبعد تنفيذ أردوغان لوعيده بفتح الحدود أمام اللاجئين للهروب باتجاه اليونان، بات شبح اللجوء يطارد الدول الأوروبية مرة أخرى، بعد أن كان أكبر مخاوفه مؤخرا هو التصدي لفيروس كورونا. آلاف المهاجرين تجمعوا في المنطقة الحدودية وبالتحديد في مدينة أدرنة أملا في تحقيق الحلم الأوروبي، فكان الرد عليهم الغاز المسيل للدموع والرصاص، بالإضافة إلى اعتداء مجموعة يمينية على مجموعة من الصحفيين ومحاولتهم إغراق قارب يقل مهاجرين. ما هو موقف الدول الأوروبية؟ استنفرت الدول الأوروبية بالتصدي لبشر عزل يبحثون عن حياة أفضل، ولم يستنفروا أمام مشاهد القصف وتقطيع الأوصال في الداخل السوري، يتغنون بشعارات حقوق الإنسان التي لا تطبق فعليا على الإنسان وإنما على الحيوان، فلو كنت حيوانا وتم تعذيبك ستجتمع حولك كل المنظمات الحقوقية لتوفير الأمان لك والدفاع عنك، وربما سيخصصون منزلا وحتى جاكوزي خاصا بك فقط لأنك حيوان، أما الإنسان فلا حقوق له في هذا الزمن. لا نريد تكرار أزمة عام 2015، هذا ما تناشده الحكومات الأوروبية التي تدعو إلى تشديد الرقابة واتخاذ التدابير الصارمة لحماية الحدود، كما أن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس قال أن أغلب هؤلاء الناس هم مهاجرون يعيشون في تركيا منذ سنوات، وهم ليسوا لاجئين فروا من الحرب في سوريا. وفي الوقت الذي خرج فيه آلاف المتظاهرين في ألمانيا والنمسا مطالبين بفتح الحدود واستقبال اللاجئين، أبى شركاؤنا في الوطن إلا بالتعبير عن عشقهم لحياة الذل والعبودية التي اعتادوا عليها، وذلك من خلال استهزائهم فيما تمارسه اليونان من عنف مع اللاجئين على الحدود. فهذه بعض التعليقات. الله محيي اليونان، ونحن من لكم الله محيي الجيش اللي مخليك ترجف لما يوقف السرفيس عند الحاجز وتقول له أمرك سيدي وترتعب لما بينطلب هويتك. الله لا يقيم الشدة عن قلبهم. بالمناسبة شو أخبار جرة الغاز عنكم يا علاء؟ وصلك الدور ولا لسه؟ مين طلع من داره المقداره؟ شو كان ناقصهم بسوريا؟ كان ناقصهم يعيشوا بشوية كرامة اللي أنتوا ما عنكم ياها. بارك الله باليونان، ونحن من إلكم بارك الله ببشار اللي منحكم تطبيق تقنين النت وحارمكم من نعمة الكهرباء والغاز. الله من فوق مبهدلهم، يمكن قصدك على عيشتك يا علاء أبو الورد. وختاما، لا نعلم هل ستؤدي الخطوة التركية الأخيرة إلى تغيير الموقف الأوروبي تجاه الصراع في سوريا، وخاصة بعد اللقاء الأخير بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. سؤال لن يصلنا جوابه إلا بعد أن تحصد هذه الحرب المزيد من الأرواح وتشرب تلك الأرض المزيد من الدماء.